بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها دائما أبديا أمين. أحبائي، أكرر وأقول معا الله والكنيسة والزوجين معا نبني البيت. المرة اللي فاتت اتكلمنا واحنا بنحلل رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس الإصحاح الخامس، اتكلمنا عن مفهوم الرجل كرأس للمرأة. النهاردة أنا عايز أسلط الضوء شوية بصفة عامة عن مفهوم رئاسة الرجل من خلال المفهوم المسيحي، رئاسة الرجل في الزواج في المسيحية. مبدئيا أنا عايز أقول لابد أن تتعايش كل زوجة مع حقيقة رئاسة الرجل للمرأة كما رسمها الروح القدس على فم معلمنا بولس الرسول في رسائله، وبالأخص في رسالته لأفسس وبالأخص الإصحاح الخامس. ده بالنسبة للزوجة تتعايش مع الحقيقة دي مؤكدة وما فيهاش نقاش يعني، وده تعليم بالروح القدس قاله لنا معلمنا بولس الرسول. برضو على الزوج كرئيس أو بيقوم بدور الرئاسة لازم يفهم مفهوم الرئاسة الرجل. يعني إيه رئاسة؟ أول حاجة، رئاسة الرجل للمرأة هي على صورة رئاسة المسيح للكنيسة. أظن يعني أنا بكبرك أو كده، بقولك اعمل زي المسيح، أنت مسيح البيت، أنت رئيس البيت كما أن المسيح رئيس الكنيسة. تعال نشوف في أفسس 5 عدد 23 بيتكلم عن رئاسة السيد المسيح للكنيسة، يقول لأن الرجل رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. وهنا السيد المسيح شرح يعني إيه رئاسة. فمرة من المرات كما ذكر معلمنا مرقس الرسول في الإصحاح العاشر، مع القديس يوحنا ويعقوب يعني عاوزين يبقى في السماء واحد عن يمين المسيح والتاني عن شمال المسيح، كلام ضايق التلاميذ وبدأوا كده يتغاظوا من جوه. فالسيد المسيح كان ليه رد فعل، تعال نقرأ رد الفعل أعداد 42 43 44 من الإصحاح العاشر من إنجيل مرقس. يقول فدعاهم يسوع وقال له: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، ده في العالم، وإن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا. إذن حبيب الرئاسة تعني الخدمة، إن أنت بتخدم المرؤوسين مش بتتعالى على المرؤوسين. رئاستك للبيت يعني أنت خدام هذا البيت اللي بتضحي بكل شيء عشان راحة البيت. وبعدين طبعا قال لهم الكلام ده بس كان لازم يقدم لهم قدوة، فاتكلم عن نفسه في نفس الإصحاح عدد 45 بعد ما علمهم، قال لهم أنا هو، قال لهم لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. أنا بقول لكم هو انتوا تعملوا ايه، بس انا بقدم لكم نفسي اهو، انا ما جيتش عشان اتخدم من حد، انا جاي اخدم كل حد
وجاي أضحي بذاتي وأبذل ذاتي من أجل كل حد. يبقى إذن ده مفهوم الرئاسة على مسار رئاسة المسيح لنا. ولعلنا نتذكر ما ذكر في إنجيل يوحنا الإصحاح 13. فاكرين القصة دي قوي لأن دي مرتبطة بعيد سيده خميس العهد. قبل ما يقدم لهم ذاته خذوا كل هذا وجسي خذوا اشربوا هذا وغدامي، جلس تحت أقدامهم وغسل لهم رجليهم، السيد المعلم الإله. وبعدين قدام الدرس العملي وشرحه لهم بعد كده. تعالوا نشوف الشرح في أعداد من 12 ل 15. قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون. أنا حقيقي كده، أنا المعلم والسيد، لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأن أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. يا أدي الرئاسة قاعدة عند الرجلين بتغسل، غسل وعلم، وقال لهم أدي المثال بتاع الرئاسة. يبقى في مرة قالها لهم لما زعلوا من يوحنا ويعقوب زي يمين وشمال، طب وإحنا لأ ليه؟ الكرامة فين؟ والمرة التانية لما هو بقى عمليا غسل أرجلهم وعلم. عشان كده ده أقوى دروس السيد المسيح للتلاميذ، موضوع الغسيل والتعليق على الغسيل. عشان كده عن الرئاسة أشعيا النبي في 9:6 لما اتكلم عن السيد المسيح ورئاسته للكنيسة قال إيه؟ وتكون الرئاسة على كتفه. إيه؟ يعني إيه رئاسة على كتفه؟ إحنا نعرف الرئاسة تاج يتحط على الرأس، ده في العالم، إنما في المسيحية الرئاسة صليب يتشال، بذل للذات، وإذا اتحط على الرأس يتحط تاج الشوك، الألم، البذل، التضحية. هو دي الرئاسة في مفهوم السيد المسيح. إذن حبيبي مفهوم الرئاسة عند السيد المسيح هي البذل والتضحية لأجل المرؤوس. الرئاسة في العالم تاج، إنما في المسيحية صليب تقيل يتشال. دي أول نقطة على مثال المسيح، رئاستك هي على مثال رئاسة المسيح. برضو رئاسة الرجل مستمدة من رئاسة المسيح، امتدادا لرئاسة المسيح. يعني ايه؟ في همزة وصل بينك وبين المسيح بتاخد منه. يعني ايه الكلام ده؟ نلاقي في كنوس 2:10 اتكلم عن المسيح الذي هو رأس كل رئاسة وسلطان. رأسك انت يا رجل هو المسيح، ده موجود، انت خاضع للمسيح. وفي أفسس 1:21 يقول: فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. المسيح هو رأس الكل على مدى الزمن كله. هل أنت رأسك المسيح؟ ونلاقي في كورنثوس الأولى 11:3 قال إيه؟ ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح. إذن حبيبي عايز تبقى رأس ورئيس للبيت يكون رأسك ورئيسك المسيح. بصراحة يعني رئاستك لزوجتك تبدأ من رئاسة المسيح لك. الخاضع للمسيح، الزوج الخاضع للمسيح يسهل جدا خضوع الزوجة ليه، يسهل جدا خضوع البيت ليه. هم يخضعون للمسيح الثابت فيه، هم يخضعون لوصية المسيح اللي هو عامل بيها، بيستمد تعاليمه وتوجيهاته من خلال وصايا وتعاليم السيد المسيح. المسيح هو رأسك، أفكار المسيح تتغلغل أفكارك وتتحول إلى لسانك، إلى توجيهات يخضع لها دون أدنى جهد. النقطة الثالثة اللي أنا عايز أوضحها أن الرئاسة تعاون بين الجسد والرأس وليس تسلط الرأس على الجسد. إزاي الكلام ده؟ تذكر معايا في قصة إشباع الجموع، الرأس هو المسيح، الجسد في الوقت ده يمثل بالتلاميذ.
تعال نشوف كيف تم إشباع الجموع، كيف كانت البركة والفيض اللي حصل. تعاون بين الجسد والرأس. البداية جت منين؟ مش من المسيح، جت من التلاميذ. التلاميذ بمشاعر وحسب قدراتهم قالوا لرب المجد اصرف الجموع ليذهبوا إلى الكرة والضياع حوالينا فيبيتوا أو يبيتوا يجدوا طعاما، لأننا ها هنا في موضوع قفر. يبقى مين البداية؟ الفكرة بداية منين؟ جاية من التلاميذ. المشاعر الأولية جاية منين؟ من التلاميذ. المبادرة جاية منين؟ من الجسد التلاميذ. وبعدين السيد المسيح بدأ ينتهز الفرصة، عايز هم برضو اللي يبقى لهم الدور، عاوز يكبرهم. أعطوهم أنتم ليأكلوا، هيفكروا. والنتيجة التلاميذ لما فكروا جابوا الحل في حدود إمكانياتهم، بس الحل ده هو هيبقى مصدر الحل الكبير. قالوا له ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين، لو ما قالوهمش أعطوهم أنتم ليأكلوا ما كانوش جابوا الـ5 خبزات والسمكتين. ازاي تفجر طاقات البيت، الزوجة والولاد، بحيث يحطوا حلول للمشاكل ما تبقاش كلها فوقية منك انت. فهم اللي جابوا الـ5 خبزات والسمكتين. وبعدين هم المعونين، هم الأزرع. قال لهم كده في تدبير اتكؤون فرقا 50-50. بارك، كسر، أعطى التلاميذ، التلاميذ أعطوا الجموع، وفي النهاية أشركهم في البركة عشان يحسوا بقى باللي عملوه، اجمعوا الكسر. وكانت النتيجة بعد ما أكلوا وشبعوا قال ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر 12 قفة. آد الرأس وآد الجسد، تعاون. أنا عايز أحللها لك علميا بقى بشكل آخر، رأس وجسد بحاجة بسيطة قوي. حضرتك لقيت كوباية جنبك افتكرتها مية تتشرب فمسكتها لقيتها سخنة. أترى المية السخنة اللي جايبينها عشان يحطوا لك فيها الباكت بتاع الشاي لأنك طالب شاي، بس لسه هيطلعوا الباكت الشاي من العلبة يحطها لك في الكوباية. أنت تخيلت إنها مية عادية تتشرب فمسكتها. إيه اللي بيحصل؟ عايزين نحلل ما يحدث. أول ما مسكت كده قمت باعد إيدك عن الكوباية. ده اللي تشاف، بس ايه اللي ما تشافش؟ هو ايه اللي في اطراف الاصابع؟ بدايات الاعصاب، والاعصاب زي ما اتفقنا وقلنا شبكة مرتبطة بالمخ. البداية جت منين؟ امر من الجسد، اشارة من اطراف الجسد، اشارة من الاصابع للمخ، الحق المية سخنة. لو الرأس تجاهل الجسد وما تجاوبش مع الإشارة اللي جاية من الأصابع دي تتحرق تتلسع. إنما الجسد الرأس فوق، الحاضر يا فندم، وراح مدي أوامر للأعصاب والعضلات والمفاصل تتسحب الإيد بعيد تنقذ الإيد من الاحتراق. تعاون بين الرأس والجسد. عشان كده حبيبي من فضلك انا عايزك بمحبة كبيرة ان انتوا تتعاونوا مع بعض، يبقى في تعاون. صحيح بينقال للمرأة في عدد 22 ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، انما عدد 21 اللي قبله بيقول ايه؟ خاضعين بعضيكم لبعض في خوف الله. إذن القاعدة الخضوع المتبادل، الاستثناء هو خضوع المرأة للرجل. البداية نسمع لبعض ونشوف الأفضل إيه، والخضوع للرأي الأفضل. ما أمكنش ما قدامش قدام المرأة غير إنها تقول حاضر، بس قبل حاضر بتاع المرأة تسمع للمرأة، تسمع لأولادك. وعلى فكرة هو ده اللي بيتعمل في الكنيسة في طقس الإكليل. قبل ما الوصية أبونا يوسف العروس إنها تخضع لرجلها وتقول له يا سيدي بابا إلى آخره، بيعمل إيه أبونا؟ بيروح جاي كده على رأس الزوج، يروح مميلها وميل رأس الزوج. عاوز يقول إيه؟ الخضوع المتبادل أولا. ويأكدوا دي بالعبارة اللي بيقول فيها إيه؟
ليخضع كل منكما لصاحبه. يبقى القاعدة هي خضوع متبادل. وبعدها يقول لها من فضلك بقى انت تسمعي له في كل شيء. عشان كده عايز اقول لك حبيبي اوعى تنفرد برأيك كرأس، اسمع الاول. شوف حبيبي، الانفراد بالرأي هيخلي اللي حواليك متحيلين على قرارك. ازاي؟ ما يعملوش. هيخلوهم يعملوه في وجودك وما يعملوش في غيابك. هيخلوهم ما يقولكش ويسألوك ولا يطلبوا مشورتك، عشان عارفين ان انت دماغك ناشفة واللي انت بتقوله مصر عليه من غير ما تسمع ومن غير ما تفهم بيقولوا كده ليه. هيؤدي في النهاية الى انعزالية، جزر في محيط جوه داخل البيت. عشان كده حبيبي من فضلك اسمع قبل ما تتكلم، قبل ما تؤمر شوف الافضل ايه. ولو اختلفتوا في الرأي بعد ما تسمع اجل، ربما لمزيد من التفكير، ربما سعيا لأخذ مشورة. تعاون بين الرأس والجسد هو ده الرئاسة في مفهومها الأسمى. الرئاسة هي على صورة رئاسة المسيح للكنيسة، الرئاسة هي امتداد لرئاسة المسيح للكنيسة، الرئاسة هي تعاون بين الرأس والجسد. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبدا.